إذا تطبيق وبنك جديد يعطيك خمسة دولار عندما تقوم بالتسجيل فيه ومن خلاله يمكنك الحصول على بطاقة فيزا للشراء من الانترنت الشراء من علي شحن الألعاب ربطها مع متجر بلاي ستور شحنها عن طريق منصة باينس أو عبر عملة اليو اس دي حتى أيضا يمكنك تفعيل الباي بال بهذه البطاقة اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم اخواني الكرام في هذا الفيديو الجديد على قناتكم قناه بروفيت ان ذا World من خلال هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتعرف على طريقه تفعيل الحساب الخاص بنا على تطبيق ري باي الذي تكلمنا عليه وشرحناه بالتفصيل طريقه التسجيل وكل شيء في الفيديو السابق الموضح امامكم الان في الشاشه لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس كي جديد القناه اليوم بوفي تابعوا معنا هذا الشرح اذا مباشره بعد ما تدخل الى حسابك راح تقوم بالضغط على الزر الموجود على اليسار راح تظهر معك هذه الصفحه راح تقوم بالضغط على خيار فيريفيكيشن نوت سبميت بهذا الشكل بعدها تظهر معك هذه الصفحه راح تختار الدوله الخاصه بك يعني تقريبا اغلب الدول موجوده واغلب اغلبيه ان لم نقل كلها الدول العربيه موجوده بعد ذلك راح تقوم بالضغط على خيار give name قم بوضع اسمك surname قم بوضع اللقب الخاص بك بعد ذلك التاريخ الميلاد الخاص بك بعد ذلك راح تقوم باختيار طريقه تفعيل الحساب سواء عبر الباسبور رخصة السياقه او بطاقه الهويه في الاسفل ايضا راح تجد خانه يقول لك اكتب لي الاي دي الخاص ببطاقه الهويه او جواز السفر مكون من تسعة ارقام موجودة على بطاقه هوية او جواز السفر اذا بعد ذلك راح تظهر معك هذه الصفحه راح تقوم بالضغط على الخيار اذا انتيتي بعدها مباشره راح تظهر معك هذه الصفحه يقول لك هل هنا هل انت مقيم في الولايات المتحده الامريكيه او في امريكا ام في دولة أخرى راح تختار الخيار الثاني إذا كنت تعيش في دولة أمريكا قم بالضغط على الخيار الأول أو في إحدى الدول الموجودة في أمريكا بعد ذلك راح تقوم بالضغط على خيار اجري اند كونتيني بهذا الشكل كما تشاهدون الان راح تظهر معك هذه الصفحه راح تقوم بالضغط دائما على كونتيني يعني الخيار موجود في الاسفل راح تظهر معك هذه الصفحه كما تشاهدون بعد ذلك راح نختار هنا طريقه تفعيل الحساب سواء عبر رخصه سياقة مثل ما اخترنا في المره الاولى مثلا اذا اخترنا في المره الاولى رخصه سياقه قم باختيار الان رخصه سياقه اذا اخترت الاي دي كارد قم بالضغط على او اختر الاي دي كارد بعد ذلك اعتذر معك هذه الصفحة راح تقوم بالضغط على الخيار الأول حتى تسمح للكاميرا بالفتح بعدها راح تأخذ صورة لبطاقة الهوية من الأمام بعدها راح يقول يعني صورة من الخلف وبعدها تظهر معك هذه الصفحة كما تشاهدون، والآن تم تفعيل الحساب الخاص بك بنجاح وأصبح مفعل 100%، كما تشاهدون هنا يظهر معك باللون الأخضر، لو قمنا بالخروج والذهاب إلى الحساب الخاص بك كما تشاهدون هنا راح نذهب إلى الحساب كما تشاهدون، الآن تم تفعيله بنجاح وهو حاليا مفعل، أستطيع أن أقوم بتحويلات بالإيداع و السحب يعني لا نهائي ومجموع التحويلات راح يكون اكثر او لا يفوق ال الف دولار مفهوم مئة الف دولار يمكنك الارسال والاستقبال على الحساب الخاص بك صراحه يعني رقم كبير جدا 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 لا اظن اننا نستطيع ان نصل اصلا الى هذا الرقم إذا كان هذا هو الفيديو الخاص بنا لنهار اليوم لا تنسوا دعمنا بلايك وشير. إذا أعجبكم بطبيعة الحال إذا كتبت لكم أي سؤال اتركو في خانة التعليقات إلى اللقاء